مع صادق الشمري. السلام عليكم ساده الاكارم، نشره اخبار الساعة الثالثة من العراقية الاخبارية والبداية من عناوينها. خلال زيارته واشنطن، الكاظمي يلتقي ترامب مساء اليوم وتوقيع اتفاقيات بين البلدين لتعزيز واقع الكهرباء. من البصرة الداخلية تعلن خطتها لكشف منفذي عمليات الاغتيال وتشيع الطبيبة التي استشهدت في المحافظة أمس وفي مستجدات الموقف الوبائي الصحة تسجل 3995 حالة إصابة جديدة و87 حالة وفاة أهلا بكم من جديد وبداية النشرة من ملف زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والوفد المرافق له إلى واشنطن حيث من المؤمل يلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض مساء اليوم بينما ينتظره جدول أعمال مزدحم يتضمن لقاءات مع شخصيات اقتصاديه وصناعيه فضلا عن عقد جوله جديده من الحوار الاستراتيجي ومن المؤمل ان يبحث الكاظمي وترامب مجمل الاوضاع في المنطقه بالاضافه الى العلاقات الثنائيه بين البلدين. في الاثناء مدد رئيس الوزراء زيارته الى الولايات المتحده بناء على طلب واشنطن. وفقا لوكاله الانباء العراقيه ووافق الكاظمي على تاجيل العوده الى بغداد التي كانت مقرره مساء اليوم وقالت الوكاله ان التمديد كان بطلب من مسؤولين في الكونغرس رغبه منهم بلقاء الكاظمي حيث اشارت المعلومات الى ان اللقاءات المستجدة ربما تشمل رئيسه مجلس النواب الامريكي نانسي بيلوسي هذا وكان الكاظمي قد بحث مع وزير الخارجيه مايك بومبيو سبل تطوير العلاقات بين البلدين على مختلف الصعد والمجالات المختلفه. الكاظمي استقبل بومبيو في مقر اقامته بواشنطن وبحث معه اهم الملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير العلاقات بين البلدين على مختلف الصعد والمجالات. وجرى التطرق الى ملف العلاقات الاقتصاديه والتعاون في مجالات التنميه والاستثمار والتصدي لجائحه كورونا، فضلا عن التعاون الثنائي في مجال مكافحه الارهاب والحوار الاستراتيجي بين البلدين. نبقى في اجواء زياره رئيس الوزراء الى واشنطن، حيث اكد الكاظمي خلال اجتماعه مع غرفه التجاره الامريكيه ان الحكومه عازمه على مواجهه التحديات والضغوطات الاقتصاديه، مبينا ان مكافحه الفساد من أهم أهداف الحكومة أننا عازمون على مواجهة التحديات والنهوض بالاقتصاد العراقي أود أن أؤكد لكم أن العراق مقبل على حقبة جديدة من أهدافها الرئيسية تصحيح المسار الاقتصادي بالتركيز على محورين رئيسيين تطبيق برنامج إصلاح متكامل يشمل جميع الجوانب الاقتصادية وفي نفس الوقت مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية هناك برنامج يعتمد على تنويع القاعده الاقتصاديه عن طريق دعم وتنشيط القطاعات الاقتصاديه الغير نفطيه كالزراعه والصناعه والخدمات ان العراق يمتلك كم هائل من الموارد الطبيعيه وكان الوفد العراقي الذي يترأسه الكاظمي عقد سلسله لقاءات في العاصمه الامريكيه وقع خلالها سبع مذكرات تفاهم مع كبريات الشركات الامريكيه وذلك قبل اللقاء المرتقب بين رئيس الوزراء والرئيس الامريكي دونالد ترامب. يوم اول حافل باللقاءات قبل اللقاء المرتقب بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس الامريكي دونالد ترامب. بدا بالجوله الثانيه للحوار الاستراتيجي برئاسه وزيري خارجيه البلدين. واستمر ليشتمل على توقيع مذكرات تفاهم تم اطلاق الجوله الثانيه للحوار الاستراتيجي المهم تحقق وبقي الاهم سبع مذكرات تفاهم مع كبرى الشركات الامريكيه ومن بينها جي اي وشيفرون وستيلر وبيكر هيوز اعقبت اجتماع الوفد العراقي بغرفه التجاره الامريكيه وسبقت اللقاء المرتقب مع ترامب بعد دفعة تطمين قدمها وزير الخارجية الامريكي بالقول ان واشنطن تدعم توجه الحكومة في بغداد لاجراء الانتخابات المبكرة. قبل ذلك عقد الكاظمي لقاء مع صندوق النقد الدولي اكد خلاله استعداد بغداد لتذليل العقبات امام المنظمة الدولية وتحدث عن اتفاقيات تدعم الاقتصاد العراقي وتقلل حجم اعتماده على النفط عبر تأهيل مختلف القطاعات. الزيارة لا تزال مستمرة وان تخللتها تغريدة من رئيس الوزراء حول الاوضاع الامنية في البصرة بعد تكرار محاولات الاغتيال واتصال هاتفي من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حول اسعار النفط العالمية بين اكبر دولتين في اوبك بينما تنعقد الامال على ان تكون مذكرات التفاهم بمستوى طموح وتطلعات من يحسنون الظن بها سيف مهدي العراقي الاخبارية هذا ووقع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مذكرات تفاهم مع كبريات الشركات الامريكيه في مجال الطاقه خلال اجتماع في غرفه التجاره الامريكيه. الاجتماع شهد حضور وزراء الماليه والنفط والكهرباء وتضمن توقيع مذكرات مع عده شركات من بينها جنرال إلكتريك والوكاله الامريكيه للتنميه. وقعنا بدايه تاسيس لشركه طاقه جديده في محافظه ذي إن شاء الله ستكون هذه الشراكة هي أحد أهم العلامات الاقتصادية في البلاد ستؤسس وزارة النفط عبر شركة نفط ذيقار بالشراكة مع شركة شفرون الأمريكية العالمية شركة طاقة لإدارة ملف الطاقة المتكامل في محافظة ذيقار إنتاج النفط والغاز والخدمات الساندة الأخرى وخطوط الشركة وأهدافها هي خلق تنمية مستدامة كبيرة في محافظة قار من شأنها أن تخلق فرص عمل كبيرة جدا ومن شأنها أيضا أن تخلق تنمية هائلة وقعنا على ثلاث اتفاقيات أولها مع USAID هاي وكالة التنمية الأمريكية لإعادة برامجهم بالعراق ودعم الاقتصاد العراقي خاصة بمجال التنمية الاجتماعية مهم جدا وهم من أكبر مؤسسات ساهموا في عملية إعادة الأعمار العراق من البداية والآن اتوقع أن يرجعون بقوه. الاتفاق الثاني كان ويا احدى المؤسسات الحكومه الامريكيه اللي تدعم الاستثمارات المباشره، يعني ياخذون حصص في مؤسسات شركات الى اخره بما فيها شركات عراقيه. فايضا راح يكون في مهم لتمويل المشاريع الكبيره. ووسط الحديث عن الملف الأمني في الزيارة واللقاء الذي سيجمع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي سيعقد اليوم الخميس تتطلع أنظار عراقية إلى يشمل اللقاء آفاقا جديدة من التعاون الاقتصادي والمالي وعدم اقتصاره على التعاون الأمني الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال ملفات تتصدر زيارة رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة الأمريكية الذي سيعمل العراق على توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في أغلب القطاعات المهمة خصوصا وإن الشركات الأمريكية سيما في مجال الطاقة لا تزال تعمل في جنوب البلاد ووسطه فالحكومة مطالبة بالعمل جديا للاستفادة من التعاون الاقتصادي مع امريكا. استثمار هذه هذه التقنيات الموجوده لدى الصناعه النفطيه في امريكا ونقلها الى الصناعه النفطيه في العراق وهذا وهذا الشيء يعني الان في اوج يعني ما نحتاجه كذلك ايضا لجلب الاستثمارات الشركات الاجنبيه والامريكيه تحديدا وهي كثيره راغبه في الاستثمار في مجال الطاقه في العراق والع والعراق كما هو معروف يعاني يعني من مشاكل عديده في الطاقه ممكن أن تحال بوسط هذه الشركات؟ كثيرةٌ هي الاتفاقيات التي ابرمها العراق مع محيطه العربي والمجتمع الدولي، لكن أغلبها لم يطبق أو انحسر بنسب إنجاز محدودة. تطبيق هذه الاتفاقيات بإمكانه نقل البلاد عمرانياً واقتصادياً إلى مستويات متقدمة، فالقضاء على الفساد والبيروقراطية أهم المسؤوليات التي ستعمل الحكومة على توفيرها للشركات الأجنبية. خصوصا الامريكيه منها هذه الدول ترغب بانشاء معامل في العراق مثل ما ترغب الان في انشاء معامل في الكويت كانت ترغب في انشاء معامل في العراق لان التسويق مهم بالنسبه لهذه الدول عندما ينشئ المعمل في العراق فان التسويق يكون خمسه ايام الى اوروبا وخمسه ايام الى اسيا الصحه مجاني لكن لا توجد صحه التعليم مجاني ولكن تعليم جدا سيء الكهرباء موجوده والخدمات ولكن خدمات سيئه وفود تجاريه امريكيه زارت في العراق للتمهيد لهذه الزياره وكذلك في امريكا في واشنطن يعني احنا الان حتكون مباحثات لادخال شركات الطاقه والاستثمار والصحه هذه المحاور اللي تباحث بها الوفود العراقيه مع الوفود الامريكيه آفاق التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة الأمريكية ليس وليد اليوم، لكنه يحتاج التنشيط وتوسيع سوق العمل المشتركة بين البلدين، فعلى المفاوض العراقي بحسب متابعين أن يدرك حاجة العراق الماسة للاتفاقيات التي تخص الاستثمار والطاقة والقطاعات الخدمية. من بغداد حسن الفواز، العراقية الأخبارية. جهد حكومي لزج خريجي الكليات والمعاهد النفطيه في الشركات المختصه والاستفاده من تخصصاتهم بعد ان شهدت البلاد ارتفاعا في نسب البطاله. هذه الجهود كانت محور الورشه التي عقدتها هيئه المستشارين في رئاسه الوزراء بالتعاون مع وزاره النفط. ارقنه العماله الاجنبيه في الشركات النفطيه. دراسة تبحث عنها مجموعة من الخبراء من النفط والطاقة، الهدف منها زج عشرات التخصصات النفطية من حملة الشهادات في الجامعات والمعاهد النفطية في شركات النفط، فضلاً عن الحد من استنزاف العملة الصعبة التي تدفع للوافدين من العمالة الأجنبية. جاء في ورشة عمل عقدتها هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء بالتعاون مع وزارة النفط. خارطة الطريق. بالتعاون مع وزارة النفط وقد حضر السيد الوكيل وسادة المدراء العامين وسنعتمدها حتى نبدأ في تطوير إمكانات معاهد التدريب النفطي والكليات التخصصية كجامعة النفط والغاز هناك نوايا وبرامج كيف نعد كوادرنا لكي تكون قادرة ودخول سوق العمل في كل المجالات سواء في وزاراتنا أو في مؤسساتنا أو المؤسسات الخارجية أيضا فرض نسبة 80% من العمالة العراقية جاء وفق ما نص عليه القانون العراقي للعمل في شركات النفط إلا أن حملة الشهادات غير مؤهلين ما لم يتم إضافة مناهج وتدريسيين لهم على مستوى يواكب التطور في عمل الشركات العالمية نفط معاهدها تتوام نتوام معها ونغير مناهجها ونجيب أساتذتنا من برا بروفيسوريه يدرسون طلابنا وطلابنا من يتخرج كانما متخرج من امريكا. الدوله بدها تخسر بحدود بين 6 الى 7 مليار دولار سنويا تطلع رواتب واجور وكذا للعاملين الاجانب، خريجين المعاهد والكليات النفطيه لا يبقون فقط هم يعينون ويشتغلون فقط في الشركات الحكوميه العراقيه وانما نشغلهم ايضا في الشركات النفطيه وسيكون رواتبهم عاليه جدا. الجامعات العالميه ترغب بتطوير وتاهيل الجامعات والمعاهد النفطيه بالتعاون مع وزارة النفط لزجهم مع شركات النفط العالمية بغية مواكبة التطور وخفض نسبة البطالة من بغداد محمد العيداني العراقية الإخبارية نشرة مستمرة وفيها من البصرة الداخلية تعلن خطتها لكشف منفذي عمليات الاغتيال وتشيع الدكتورة التي استشهدت في المحافظة أمس وفي مستجدات الموقف الوبائي الصحة تسجل ثلاثة آلاف وتسعمائة وخمسة حالة إصابة جديدة وسبعة وثمانين حالة وفاة كشفت وزارة الداخلية عن الملفات التي ناقشها الوزير عثمان الغاني في الاجتماع الذي عقد مع القيادات الأمنية في المحافظة مدير العلاقات والإعلام في الوزارة اللواء سعد معا في تصريح فيديوي أكد أن الاجتماع الذي عقد برئاسة الغاني ناقش السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية والمخدرات وتعزيز المنافذ الحدودية والعجلات التي لا تحمل لوحات الامور اللي تم مناقشتها هي قضيه السلاح المنفلت وايضا وضع العشائر الكريمه في محافظه البصره وخاصه ما يخص النزاعات العشائريه، ايضا قضيه السيارات والعجلات بدون لوحات وقضيه المخدرات وايضا تعزيز موضوع المنافذ الحدوديه وايضا الجرائم اللي حقيقه اليوم الاساس لهذه الزياره هذا وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اكد ان قرار اقاله قائد شرطه البصره وعدد من مدراء الامن جاء بسبب عمليات الاغتيال الاخيره التي شهدتها المحافظه. واوضح الكاظمي في تغريده عبر تويتر ان الحكومه ستقوم بما يلزم لتطلع القوى الامنيه بواجباتها، مشيرا الى ان التواطؤ مع القتله والخضوع لتهديداتهم مرفوض. ان الاجهزه الامنيه مهمتها حمايه امن المجتمع من تهديدات الخارجين عن القانون تغريده رئيس الوزراء جاءت بعد استهدف او استهدف مسلحون مجهولون عجله مدنيه تستقلها اربع نساء بينهن دكتوره في محافظه البصره وذكر مصدر امني ان الحادث ادى الى وفاه الدكتوره واصابه اخرى ونجاه اثنتين بالقرب من تقاطع التجاري وسط المحافظه هذا وشيع اهالي المحافظه الطبيبه المغدوره وسط غضب شعبي جراء عمليه الاغتيال الى ذلك كشفت المفاوضيه العليا لحقوق الانسان عن احصائيه عمليات الاغتيال التي جرت في عموم العراق خلال الشهر الحالي وقالت المفاوضيه في بيان إنها تبدي أسفها وقلقها البالغ من تزايد حالات ومحاولات الاغتيال للناشطين المدنيين والتي بلغت تسع حالات في محافظة البصرة وذيقار وميسان في شهر آب أدت إلى استشهاد وإصابة عدد منها والتي تعدها المفوضية انتهاكا صارخا لحق الحياة والأمن والأمان للمواطن بحث رئيس الجمهوريه الدكتور برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي خلال لقاء عقد في محافظه السليمانيه الاوضاع السياسيه والامنيه وتطورات جائحه كورونا. بيان لرئاسه الجمهوريه اوضح انه تم التاكيد خلال اللقاء على ضروره اجراء انتخابات مبكره ونزيهه كاستحقاق وطني واهميه استكمال قانون الانتخابات من قبل البرلمان. بدورها أكدت لجنة الأمن والدفاع والقانونية في مجلس النواب أنهما بانتظار أن يستأنف البرلمان عقد جلساته لإقرار عدد من القوانين أهمها قانون الانتخابات والمحكمة الاتحادية وجرائم المعلوماتية ووزارة الداخلية وقال رئيس اللجنة القانونية ريبوار هادي إن مجلس النواب صوت على قانون الانتخابات والمادة 15 منه تشير إلى أن المحافظة ستكون فيها عدة دوائر انتخابية مبينا أن اللجنة ستقوم بتنظيم الجدول لتقسيم المحافظة إلى عدد من الدوائر الانتخابية النشرة مستمرة وفيها في مستجدات الموقف الوبائي الصحة تسجل ثلاثة آلاف

وفي مستجدات الموقف الوباء اليومي لجائحه كورونا سجلت وزاره الصحه 2831 حاله شفاء في العراق وذكرت الوزاره في بيان تشخيص 3995 اصابه مؤكده و87 حاله وفاه. وزاره الصحه ان العراق سيكون البلد الاول الذي سيحصل على لقاح كورونا في حال اقراره من قبل منظمه الصحه العالميه مؤكده قيام خبراء ومتخصصين في الوزاره بتقديم نجاح او تقييم نجاح وتاثير تلك اللقاحات وقال وزير الصحه حسن التميمي في حديث لجريده الصباح ان التنسيق قائم مع وزاره الخارجيه العراقيه للتواصل مع الدول المنتجه للقاح وان هناك تواصل مستمرا حين اقراره فإن العراق داخل ضمن مجموعة الدول التي تطور تلك اللقاحات نتيجة لتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا في محافظة كربلاء المقدسة تسلمت مدينة الإمام الحسين التعليمية أربعة ألاف اسطوانة غاز الأكسجين ضمن مبادرة المجلس الاقتصادي العراقي لدعم المؤسسات الصحية في مواجهة الوباء ضمن مبادره الشفاء الوطنيه التي اطلقها المجلس الاقتصادي العراقي تسلمت مدينه الامام الحسين الطبيه في كربلاء الوجبه الثانيه من قناني الاكسجين. المبادره تاتي لدعم المؤسسات الصحيه في البلاد وبالتنسيق مع وزاره الصحه، المبادره تشمل تاهيل المؤسسات الصحيه فضلا عن تجهيزها بقناني الاكسجين. واليوم الدفعه الثانيه لمحاضره كربلاء ايضا بحدود 260 قنينه اكسجين مملوءه قبلها تم تسليم محافظات البصره وذيقار وميسان اعتمدنا بالتنسيق مع مع وزاره الصحه الجدول حسب نسب السكان ونسب الاصابات المسؤولون في مدينة الإمام الحسين الطبية في الوقت الذي أشادوا فيه بالمبادرة التي من شأنها تعزيز الخزين الاستراتيجي من قنان الأكسجين في المستشفى طالبوا بالمزيد من الدعم للمؤسسات الصحية في المدينة خصوصا بعد تزايد عدد الإصابات المسجلة في المحافظة في الآونة الأخيرة شكرنا وتقديرنا العالي لهذا المجلس لمبادرته بهذا الجانب اما مساله الاحتياج للقناه الاكسجين لا يزال احتياج كبير ولا يزال الطلب كبير خاصه بعد تزايد موجه الاصابات الشديده في هذا الوباء عطلت جائحه كورونا حياتنا بطرق ما كان يمكن تصورها وفي اثناء هذه الاوقات الصعبه برزت مبادره انسانيه خففت كثيرا من قتامه المشهد لقناه العراقيه الاخباريه حسين محمد كربلاء المقدسه جملة من الاجراءات الاحترازيه اتخذتها الامانه العامه للعتبه العسكريه المقدسه في سامراء لاستقبال شهر محرم الحرام منها الغاء بعض المراسم الخاصه بتبديل الرايه واختصارها على العاملين ضمن العتبه فقط فضلا عن تسيير فرق جواله لغرض التعفير. استقبال مختلف لشهر محرم هذا العام فلا مراسيم لرفع الرايه ولا مجالس عزاء بشكلها المعتاد. إجراءات احترازية صارمة اتبعتها الأمانة العامة للعتب العسكرية المقدسة في سامراء لمنع انتشار فيروس كورونا بين الزائرين وحسب توصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الراية للإمام الحسين عليه السلام كان في السابق هناك برنامج موسع جدا ولكن تماشيا مع الوضع الصحي ومع الأزمة التي نمر بها ويمر بها العالم قد ارتأت الأمانة العامة في العتبة العسكرية على أن تكون هذه الفعالية هي مختصرة على سكنة وخدام العتبة العسكرية التزام تام بجميع إرشادات المرجعية الدينية العليا بخصوص زيارة الأضرحة المقدسة وذلك من خلال نصب منظومات لتعفير الداخلين والخارجين فضلا عن الفرق الجوالة التي تقوم بتعفير الصحن الشريف والمرقد المقدس. قام القسم كذلك بتهيئه فرق التعقيم لهذه المناسبه للالتزام بشروط السلامه. اجراءات صحيه رصينه من خلال التعفير والتعقيم ولاحظت ان الكثير يعني ملتزمين بقضيه التباعد الاجتماعي واللبس ارتداء الكمامات. مع حلول شهر محرم الحرام، الامانه العامه للعتبه العسكريه تكثف من اجراءاتها الصحيه والوقائيه في مداخل الاضرحه الشريفه. وتزيد من نشر الوعي بين الزائرين عن مرشمر العراقية الإخبارية صلاح الدين أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل أكثر من 49 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و1212 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد وصل حتى الآن إلى ثلاثة ملايين واربعمائة وخمسين ألف حالة منذ تفشي الفيروس في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات بسبب المرض إلى أكثر من 111 ألف وفي القارة الأوروبية سجلت ألمانيا على حصيلة يومية منذ تفشي وباء كورونا حيث تم تسجيل 1707 إصابات جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وفق إحصاءات رسمية وترفع هذه الإحصاءات التي نشرها معهد روبرت كوخ لمكافحة الأوبية حصيله الاصابات الاجماليه في المانيا منذ بدء انتشار الفيروس الى 228621 وثمانيه وعشرين اصابه وتؤكد المنح التصاعدي للحالات الذي سجل خلال الاسابيع الماضيه وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا من جديد اعلنت وزاره الصحه الاستراليه ظهور بؤره للوباء في ولايه نيو ساوث ويلز وسط مدينه سيدني مجهوله المصدر أعلنت وزارة الصحة بولاية نيو ساوث ويلز المنطقة الخاضعة لمجلس بلدية سيدني بؤرة لتفشي وباء كورونا وسط مخاوف من انتشار عدوى مجتمعية مجهولة المصدر شرقي المنطقة وتضم هذه المنطقة وسط مدينة سيدني التجاري ومنطقة سيركولاركي علينا جميعا ان نتقبل وجود نشاط عالي الخطوره في سيدني وخصوصا اذا كنتم من سكان غرب سيدني فتوقعوا وجود الفيروس في تلك المناطق لذا احثكم جميعا ان تخضعوا للاختبار حتى ولو كانت اعراضكم طفيفه جدا اما ولايه فيكتوريا فقد انخفضت اعداد الاصابات الجديده بالفيروس فيها نتيجه لتطبيق قيود المرحله الرابعه المشدده ما اعطى الامل للفيكتوريين في التخلص بوقت قريب من انتشار الوباء في مناطقهم في ملبن لدينا الان المرحله الرابعه من القيود وفيها حظر للتجوال بين المناطق واغلاق الاسواق التجاريه الكبرى والنتيجة بدأت تظهر بانخفاض واضح في عدد الإصابات الجديدة أما بقية الولايات الأسترالية فقد أبقت على حدودها مغلقة بالكامل مع ولايتي فيكتوريا ونيو ساوث ويلز باعتبارهن بؤر للفيروس أما حدود القارة الخارجية فلن تفتح حتى إيجاد لقاح فعال لم يكتفي الفيروس باغلاق الحدود الخارجيه للقاره الاستراليه باكملها بل تمكن من جعل الولايات الاستراليه تغلق ابوابها امام الولايات الاخرى في مشهد لم تشهده استراليا من قبل العراقيه الاخباريه هذه الصباح استراليا لا تزال معاناة حملة الشهادات العليا مستمرة بعد شهور من الاعتصامات والتظاهر أمام مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبشيء من الملل والسخرية من, تأث من تأخر الاستجابة بدأ المعتصمون يتعلمون مهارات جديدة لعلها تؤهلهم لفرصة عمل تنهي بطالتهم بحسب ما تحدث للزميل مؤيد الفرطوسي تخلي يستفادون من عندنا بالطبخ عمها ما نريد بشهادتنا ما يستفادون من عندنا بالطبخ منذ نحو سبعة أشهر وحتى الآن وحملة الشهادات العليا يعتصمون أمام بناية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طلبا للتعيين في مؤسسات ودوائر الدولة كونهم يحملون أعلى الشهادات الأكاديمية بمختلف التخصصات العلمية والإنسانية من 2007 يعني من تاريخ علي الأديب و و و إلى قصي سهيل إلى هذا اليوم أنا جيتهم بال2010 شقيت الأطروحة مالتي أنا يعني متزوجة وعندي أطفال اثنين ما أقدر أعيش أطفالي أنا ما أقدر أعيش أطفالي متطلبات أطفالي ما أقدر لها الجيل اللي يجي اللي يجي بعدي ويشوفني نايم هنا بالشارع يشوفني نايم أنت حامل شهادة دكتورة ونايم بالشارع شو هذا شنو شو يتأمل حتى بعد ما يدرس وتشير مصادر مطلعة إلى أن هنالك أكثر من 15 ألف شاب وشابة يحملون شهادات الماجستير والدكتوراه في العديد من المجالات الأكاديمية والمهنية يمكن الاستفادة منهم في القطاع الخاص فضلا عن استيعابهم في الجامعات الأهلية والتي ناهزت الأربعين عدم الالتفات لهم وعدم تعيينهم والاستفادة منهم في وزارات كافة طبعا هو حقيقة هو هدر في المال العام لأن الدولة صرفت عليهم اموال مو... طائله فلو كان هناك تخطيط للمدخلات وكيف يتعامل معها كمخرجات بعد انهاء دراستهم لما ترشحت هذه المشكله الى السطح والان اصبحت معالجتها شبه عقيمه شهور الاعتصام الطوال هذه اكسبت بعضا من هؤلاء الشباب مهارات جديده ربما لم تكن تخطر على بالهم في يوم من الايام لكن تحديهم للظروف واصرارهم على تحقيق اهدافهم دفعهم لخوض هذه التجربه قسمنا الادوار احنا على الطبخ العالم تبرعت هي جت طبعا الطلاب ماكو غير الناس غربة تبرعوا واحنا جاي نطبخ لهم هاي العالم لان بايته لا اهل لا ما حد يمهم اكثر من عشرين عاما بحرها وبردها بحلوها ومرها اي منذ نعومه اظافرهم وحتى اشتداد عودهم قضى هؤلاء الشباب اعمارهم مصاحبين للكتاب وطالبين للعلم وحصدوا مبتغاهم ونالوه بتحصيل اعلى الدرجات والمراتب لكن قارعه الطريق كانت مصيرهم بدلا من التوظيف والتكريم. مؤيد الفرطوسي، العراقيه الاخباريه. بغداد. بعد اربع سنوات على ادراج جزء من اهوار العراق الى قائمه اليونسكو للتراث العالمي، تساءل مواطنون عن الفرق بين دخولها القائمه وعدم دخولها، وذلك بعد ان شاهدوا واقعا متشابها في الحالتين. التفاصيل مع سجاد الموسوي أربعة أعوام خلت على ضم سبعة مواقع طبيعية وتاريخية إلى لائحة التراث العالمي حماية دولية لليونسكو لتلك المواقع مشروطة باستمرار الصيانة وتطوير المرافق السياحية والحماية للأحياء والبيئة في تلك المواقع الطبيعية حققنا نسبة إغمار تصل إلى أكثر من مئة بالمئة. وهناك حقيقه رغبه من الوزاره الى زياده هذا يعني هذا هذه نسبه نسب الاغمار لانه الناس في هذه المناطق عانوا الامرين على مدى عقود نطمن الجميع انه هذا الملف ما ممكن يعني الاهوار ما ممكن تخرج من اللائحه لان الاهتمام جاد من الحكومه ومن كل الجهات المعنيه الى الحفاظ عليه واخذ الاجراءات اللازمه لحمايته وصونه وبينما تؤكد وزارة الموارد المائيه غمر الأهوار بنسبه 100% لا سيما المساحه التي دخلت ضمن التراث العالمي تعول ايضا وعبر اجتماع ضم جميع الاطراف المعنيه بالملف على تدارك الاخطاء السابقه وسرعه تنفيذ المتطلبات التي تسهم في الابقاء عليها ضمن الحمايه الدوليه وزاره الثقافه والسياحه والاثار تبذل قصار جهدها للمحافظة على هذا الممتلك الثقافي الكبير من حيث تقامت من حيث التعاون مع الجامعات الدولية الجامعات العالمية كجامعة ستون بروك كالمعهد الألماني للآثار لإقامة التنقيب والصيانة ووضع خطة خطط حماية لهذه الممتلكات وياتي العراق في المرتبه الحاديه عشره ضمن الدول العربيه التي سجلت مواقع تاريخيه وطبيعيه لدى اليونسكو كتراث عالمي بقائمه ضمت ثلاث مدن وهي اور وبابل والوركاء واربعه مواقع طبيعيه في الاهوار ربما تجاوز العراق خطر شطب المواقع الطبيعيه والتاريخيه من لائحه التراث العالمي، لكنها تبقى مهدده بسبب عدم تنفيذ جميع المتطلبات للابقاء عليها ضمن الحمايه الدوليه. من بغداد سجاد الموسوي العراقيه الاخباريه. حكايه عجيبه تحدث في مناطق شرق القناه ببغداد، مواطن يبيع محولات كهربائيه على المواطنين ويحقق ارباحا كبيره بينما ترد وزاره الكهرباء بان ما يفعلون ذلك يعرضون انفسهم للعقوبات تفاصيل اكثر في سياق التقرير التالي في احدى مناطق شرق القناه شخص يشتري محوله كهربائيه من وزاره الكهرباء ويبيعها للناس قد يستغرب البعض ما جرى ما جرى استثمار من نوع آخر وتجارة رابحة الربح في المحولة الواحدة يتجاوز العشرة ملايين دينار بمعادلة حسابية عدد المستفيدين خمسون شخصا تكلفة الاشتراك للشخص الواحد تبلغ ثلاثمائة ألف دينار إذا ربحها خمسة عشر مليون دينار من كل بيت اللم ثلاثمائة ألف مثلا شوف كم بيت يطلع بالأربعين بيت نجيب لنا محاوله يعني مرات السنة ذاك يوم ما عندي ما اشتركت وياهم يشهد الله ساحب الواير هيك شلون هذا مال السحب يعني شلون تقول متشطل على جماعه لان ما عد فلوس محاوله عيش وشوف شهر شهرين يابا معاناه نشبع معاناه وضيم وظلايم الا تجينا وزارة الكهرباء تقول إن تلك الأفعال معدودة وتتحدث عن إجراءات عقابية بحق المتورطين ببيع المحولات الكهربائية في وقت ما تزال الكثير من المناطق تعيش تحت ظل منازلها بلا كهرباء بسبب تعطل المحولات التي مضى عليها أشهر وما تزال شامخة. يعني بالنسبة إلى إخفاقات شبكة التوزيع نعم الوزارة شخصت هذا المفصل أنه بإخفاقات كبيرة كان للوزارة مجموعة من المعالجات الآنية تطلع في معالجة المحولات المعطوبة فك الاختناقات توسيع شبكات التوزيع الحالة اللي ذكرتها جنابك ربما هي تعتبر حالة فردية لا تعمم على إداء وزارة أما أن تدفع فتستلم أو لا تدفع فتندم وتعيش في دوامة الانتظار والوعود هكذا أصبح واقع المحولات الكهربائية أما عملية ربطها فلا تتم إلا باتفاق مالي بين الطرفين على حد قول المواطنين علي الأحمد العراقي الإخبارية بغداد أعلنت هيئة الحج والعمرة افتتاحها مصرفا يضم جهات مساهمة مختلطة من مؤسسات الدولة يهدف إلى تقليل التكلفة على الفائزين بقرعة الحج ودعم شريحة المتقاعدين بقروض وسلف ذات فائدة قليلة تفاصيل اكثر في سياق التقرير التالي. تسهيلات مصرفيه وخدمات رقميه تسعى هيئه الحج والعمر الى تطبيقها من خلال افتتاحها مصرفا اسلاميا. خطوه الغايه منها تنميه اموال الهيئه وتقليل التكلفه على الفائزين بقرعه الحج وتطوير الخدمات المقدمه لهم. نامل من هذه الخطوه انه تكون سهوله للهيئه الحج والعمره بما يخدم الحاج من ايداع المبلغ من حتى صرف المبالغ الكترونيا عندما يذهب الى الديار المقدسه حاملا معه نقود مثلا او يتعرض للسرقه او غيرها وانما يستعين بهذا المصرف عن طريق الكريدت. بدنا نشتغل بالبدايه انه نقدم الخدمات العاديه بس التوجه او الطموح للمستقبل انه الخدمات الرقميه في العالم المصرف الذي يعد الاول في نوعيه الجهات المساهمه المختلطه من مؤسسات الدوله ومن ضمنها هيئه التقاعد الوطنيه التي تبحث من خلاله دعم شريحه المتقاعدين بقروض وسلف ذات فائده قليله تتماشى واوضاعهم المعيشيه يستطيع المتقاعد انه اي سلف اي قرض الا من خلال هذه المصارف، اما توجهنا المستقبلي نعم دعم وشراكات مع المصارف الاهليه لما إلها من اهميه في دعم الاقتصاد وتنميه الاقتصاد الوطني العراقي. ويرى معنيون ان البحث عن خطوات تنمويه تساعد في دعم الاقتصاد العراقي بمشاريع صغيره وكبيره تدعم من المصارف الحكوميه المختلطه. عباس نعمل العراقيه الاخباريه بغداد.